والثالثه على طول اللي طلعت محرم. حلوه 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 في غفله كده من مدافعي النادي الاهلي وشريف اكرامي. طلعت محرم بيخطف كوره حلوه 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 تعدل النتيجه 2-1. ادي اللعبه، شوفوا حضراتكم برجله الشمال وفي المقص الشمال برضه اهي. كوره حلوه 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 اهي على شمال شريف اكرامي رايح معاها، انما كوره سريعه وفي مقتل زي ما بنقول بلغه الكوره. جول جميل 2-1. المباراه هترجع تاني ولا ايه؟ طلعت